السلام عليكم يا متابعيني الحلوين. هاليوم سويت لكم بتيتا شاب، لكن مو باللحم، هذه بلحم الدجاج او لحم المثروم الدجاج. بديعة وكلها متماسكة وابد ما تفلشت، وشي رهيب. وشوفوها من الداخل، شوفوها من الداخل شلونها كبة خبر رهيبة، طعمها يجنن. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير البتيتا شاب. وصفتنا لهذا اليوم تحضير البتيتا شاب بالدجاج لأول مرة، يعني أحد يحضر البتيتا شاب بالدجاج. عندي هنا هذا نص كيلو لحم دجاج مثروم، واحتاج هنا عندي كيلو من البتيتا، يعني بين الكيلو إلى الكيلو ونص البتيتا. واحتاج شوية نشا، هذه اخليها ويا البتيتا، وملح، هذه العجينة البتيتا. وهنا عندي قلنا للحشوة، عندي هنا هذا نص كيلو من لحم دجاج مثروم، احتاج للقليل من الزنجبيل، قليل من فلفل اسود، القليل من الملح، واحتاج ايضا المعدنوس، هذا اخر شيء اخليه. خليت شوية زيت بالقدر. انتم مثل ما تعرفون يعني البتيتا شاب نسويها دائما حشوتها ما بيها بصل، فلذلك ما حضرت بصل ويا الدجاج، بس يعني فقط خليت زيت على النار بدأ يسخن، وراح اخلي هذا اللحم المثروم، لحم دجاج المثروم بالقدر، وابدي اقلي واحضره. خليت بعد ما خليت الزيت على النار وبدأ يسخن، راح اخلي اللحم وابدي اقلي للحم. انتو تعرفون هو لحم الدجاج يعني مو دهين عادة يكون، فلذلك خليت زيت اكثر وظل اقلب به كل هذا اللحم الى ان ما يستوي، وبعدها راح اضيف له الملح والبهارات والمعدنوس. عندي البتاتا سلقتها قبل وقت وفرغت مايها وتركتها تبرد، هي هذه هو هالشكل نسويها للبتاتا شاب. دائما اسلق البتاتا وافرغ الماي مالتها واتركها تبرد يعني على هواء طلق، افرشها بصينية واخليها بالقدر واخليها الى ان ما تبرد، بعدها اقشرها واحضرها للبتاتا شاب. البتاتا شاب تطلع اضبط بهذه الطريقة وابد ما تتفلش. اقشر البتيتا كلها، بعدها راح اعجنها واحضرها. بعد ما نشف مي الدجاج شوفوا شلون استوى، راح اخليها الملح، الفلفل الاسود، حوالي ملعقة كوب من الفلفل الاسود الى ملعقة ونصف، يعني الكمية حسب انتم رغبتكم. اضيف لها ملعقة كوب من الزنجبيل واخلطهم سوية، اطفي النار من تحتها هذا اللحم، اضيف لاخر شيء المعدنوس واقلبه ويا المعدنوس واتركه يبرد الى ان ما احضر العجينه، عجينه البتيتا شاب. هذه هنا انتهيت من تكشير البتيتا كلها، احتاج لها عندي هنا ملعقتين، بين الملعقه الى 2 اكل من النشا، واحتاج الملح. هاي فقط المواد اللي احتاجها لعجينة البتيتا شاب. واذا تريدون كلها هسه راح تنهرس، يعني اذا عندكم من هذه تهرسون بها البتيتا، او اذا ما عندكم تقدرون تهرسوها بهذه الطريقة بالشوكة بهذا الشكل، شوفوا كل سهولة تنهرس. واضيف لها الملح والنشا واعجنها وارجع لكم. بعد ما انتهيت من هرس كل البتيتا شوفوا، راح اخلي لها الملح والنشا واعجنها. بعد ما انتهيت من تحضير العجينة والحشوة بردت، عندي هنا شوية مي، انقع ايدي بالمي وابدي بتكتيل البتيتا شاب. الكل يعرف يكتل البتيتا شاب، هو مو فتشي يعني علم او صنعة، اخذ يعني كرة الحجم حسب ما انتم ما تريدون.
افتحها. شوفوا شلون عجينة ما شاء الله يعني لزجة. احشيها باللحم، لحم الدجاج، بعدها اغلقها. اضغط عليها شوية، كونها على شكل قرص هذا الشكل. خليها بالصينية واستمر بتحضير الفتيتا تشاب كلها. هكذا استمر بيهم كلهم، انتهي منهم اول شيء كلهم، بعدها راح اخلي زيت على بالمقلاة وابدي اقليهم واجهزهم وارجع لكم. بعد ما انتهيت منها كلها خليت الزيت على النار وبدأ يسخن الزيت، راح سخن الزيت خلي الفتيتة تشاب واقليها. شوفوا بس انتظر عليها تشطر بعد وارفعها واخلي وجبة اخرى واستمر اخلي كل هاي الفتيتة تشاب. شوفوا شلونها مضبوطة بحيث يعني دا احرك بيها واقلب بيها وما دا تتفلش من كثر ما مضبوطة. اقلبها على وجه الله، هذه ايضا اقلبها. شوفوا شلونها ما شاء الله، ماكو هيجي فتيتا تشاب مضبوطة طلعت. استمر بقلي كل هاي الفتيتا تشاب وبعدها يعني اقدمها، واذا فضل من عندها راح اخليها تبرد وافرزها. شوفوا شلونها مضبوطة 100%. أخلي وجبة أخرى واستمر بقلي هاي الفتيتة تشاب إلى أن ما أنتهي منها وأرجع لكم. هكذا انتهيت من تحضير الفتيتة تشاب كلها وراح أقدمها للغداء، يعني تقدرون تقدموها للغداء او للعشاء، ورهيبة هي وكلش طيبة. واتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، والف عافية مقدما واترككم بامان الله الى ان ما نلتقي في فيديو اخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.